أول شيء الفكرة أكيد كانت واردة تقريبا مش سنتين ثلاثة، لأنه بلشت مثل ما كتير بيعرفوا بالعروض الأزياء أزي موديل، وبعدين صرت أحب أكتر وأكتر الموضة وتابع أكتر وأكتر الموضة، ولما صرت أطلع كتير على التي في مثل البرامج اللي بقدمها مثل المسلسلات اللي بعملها، صار كتير الأنتوراج اللي حوالي والناس الستارز حتى أنه بيعجبنا ستيلك بيعجبنا اللوك تبعك، فليه ما بتفتحي محل تاب؟ وهيك ما بنضل نسألك من وين جايبين هالقطعة من وين جايبين هالقطعة. فهيك صارت الفكرة واشتغلت عليها وفتحت بوتيك سميتها كيوت كي، يعني قريبة للنمط المحل لأنه هيك كيوت المحل بألوانه بالفاشن تبعه بالستيل تبعه، وحتى الجو تبعي يعني لحتى أكون أنا ما بشبه حدا، فأكيد محلي ما لازم يكون بشبه حدا لحتى يتميز، وهيك اجت الفكرة. زبوناتي مختلفين، في ناس الامرأة العصرية اللي بتحب الموضة اللي بتحب الفاشن اللي هي بزنس وومن كمان بنفس الوقت، الامرأة الكلاسيكية وبنفس الوقت أكيد الستارز، يعني في كتير فنانين ما لحدهم أحسن ما أنسى حدا، في كتير مذيعات، في كتير حتى أنا لأنه عندي للفورمان كمان عندي